حكينا أنا يمكن فترة ما جلنا هنا شو رتبنا ولا بنعمل هاي تلاجتنا فاضية بيجي لها شهر مثلاً وحتى هاي كمان شو بده مش بنبز لبنتي ما فيش فيش احتياجاتنا ظروفنا صعبة يعني الحمد لله دائما بنقول يا رب دائما إن الحمد لله زي ما انتم شايفين اوعينا فكراتين حياتنا ظروفنا يعني اولادي بضلهم 24 ساعة في الشتاء بالمطر بالصيف برضه وحياتنا صعبة زي ما انتم شايفين اولادي هاي بنتي حتى والله العظيم بنبز ما هي جات من كتر ما احنا في وضع صعب والله العظيم لحتى الان الحنك منحط حتى الان ما كان والله العظيم ما عندنا حاجه في الدار وزي ما انتم شايفين والله في الليل السقعه بنصير نرج رجل حالنا وبنصير نحطها من اواعينا في الكراتين على عدتنا عشان نعرف الحمام ما عندناش احنا ما عندناش حمام بنقضي حاجتنا بجردل والله العظيم اقسم بايات الله بجردل بنقضي حاجتنا نطلب منكم تساعدونا بدنا بس اشي هيك والله العظيم ظروفنا صعبه بنقول يا رب بس بنقول يا رب وبنطلب